خل أسجو خلوه لين خلاص. زياد في أحد يهتم ولد بالخيل غيرك في البيت؟ روح عنده شمال الزعاب. في البيت؟ في البيت في أحد يهتم بالخيل؟ لا. مثلك؟ لا. أحد هاوي للخيل؟ لا، بس يحبوا الخيل، بس أنا اللي يهتم بيها أكثر. لا ما به. يقول زياد ما عنده. قلت له ما عنده هدية. لا ربي يحبني. لك يا ربي. أيوة الحمد لله. أنت بس اللي هاوي للخيل وهاوي للأمور هذه كلها. ما شاء الله. فندق نارسيس تعرفه؟ ها؟ فندق نارسيس. إيه. تعرفه؟ يعرف الرجال. لا خلي في الرياض، في بيتكم. وشو؟ عندكم فندق نارسيس في بيتكم؟ إيه. اللي هو؟ الخلا. ها؟ هو قلنا الخلا. أرفع صوتك وين؟ أنا. وين فندق النرسيس؟ فوق النخلة. فوق النخلة في بيتكم؟ إيه، لأن عندنا نخلة طويلة وجيرة فوقها. إيه. شاش هو اللي جاء. مسميه فندق النرسيس. نعم. هذا اللي أنا أسميه. طيب اسمع. موقفك مع أخويا كم رحت الحائل وشني؟ والله من مواقف وناسة وسجة ورحنا وجينا. استأنسنا. لا لا عطنا مواقف، في مواقف. اسمع عاد خليني الحين احد اجيب مواقف انا. عطنا مواقف الزينة اللي منك انت. ترى بجيب مواقف انا. والله المواقف الزينة استأنسنا ولعبنا و... اي عطني سؤال ما قلت ايش سويتوا. عطني مواقف. الموقف ان الحين جينا مع قصه طحت من الصندوق. لا تسلك، ايش تسلك لي؟ صدق جينا المكان الاول. اي عطني الموقف زين. اول شيء وصلنا النفود الكبرى عشان اكون واضح. لا لا ما تقول. يا شيخ الرفيق البويخس ارتاح يا ناس. جينا الهود الكبرى. ترى ما هي مني. والله انا ودي اسالك اسئله من عندي انا. هذا ما هي من عندي انا ترى. من من؟ حاجه من فريق دعمك. انا ودي اسالك انا. وبسالك يوم بجي يوم بسالك اسئله من عندي انا. حر. اوكي. اول شيء جينا الهود الكبرى. انت معي؟ يوم جينا الهود الكبرى شفنا المحل الاول. كبرت. نبي احنا وش؟ نبي لنا فنجال ولا نقراه ولا؟ نقراه ولا اي شيء نبي. شيء نازل. جينا ننتظر الشباب يتجمعنا، تعرف كل واحد اللي مو سعيد شاي ما يعرف يسوق. هل نكون الحين؟ ايه. هلوكس وننتظره، دائما يتاخر هو. شاصين ونجي سعيد باقي ما جاء، يجي جينا جاء سعيد قال لا ما زال المحل، صدق المحل شو. وركب انا وين في الصندوق مع سعيد. كذا جيت تعجلي قلت احنا مكان قريب يعني ما حتشوفني. يجيك سعيد ويشوف شو صوت طلعت ويحسب انه بيطلع معهم. ايه. اطلع 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 يوم هو يمشي 60 60 ضغط فرام يا ضغط فرام لان يطيح جنبه. باقي حول نص ساعة. نص ساعة ببكي. اي حول نص ساعة اسلم. يوم جيت يمجي مع القص. باقي 18 18 عفوا. اي اي خلاص الوقت الساعة. زبدة زبدة ضغط فرام السيد لان جنبه. عطس. هذا الموضوع اللي صار. طيب وش موضوع اصابتك اثناء السباق؟ اي سباق؟ اكيد سباق الخيل. جتك اصابه؟ اي جاني بسبي. وش سلبتها؟ انا اخطيت. حطيت ال شو اسمه؟ حطيت الكرباج وجات الحديده حقت اللي تركبها في الاطلاق. جبت فيديو خاتم. ايه. انا الخيال مسوي بيدف. يا عم دفيت فيه لف حصان. يعني ما مسكت الخاتم. حلفت بعد اركب الخيل بالخاتم. جاك شيء اصبعك رضى ولا كسر ولا؟ لا. سلمت. سلمت. الحمد لله. السنة موقف يعني تطلع من الميدان ولا تقل. الحمد لله على السلامة. الحمد لله على السلامة. ما ترى باص طال عمرك. ما تجي سنة. لا لا خلصنا منك. يا رب اروح. انا اكتشفت زياد فيك حاجة. ما تحب الاسئلة تخاف. اخي لا ما. لكن معليش علاجك عندي الاسبوع الجاي. ارتاح يا انس. ايه اسبوع ذا باخذهم عند الرجل تخبرهم. ايش اسمع. اتكلم.